الإخوات رجعوا لبعض من تاني واتصالحوا بعد سنين كتيرة من المشاكل. مش هتصدق أخو ياسمين عبد العزيز بيقول لها إيه بعد سلسلة مشاكل كبيرة بينهم، وإزاي الجمهور تفاعل معاه لأول مرة. يا ترى إيه الحكاية؟ اتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي موجه أخوها ليها رسالة مؤثرة بعد أزمتها الأخيرة، وقال لها ربنا يكرمك ويوفقك ويبعد عنك وعنا المزيفين والكذابين والحاقدين وأصحاب المصالح المتلونين في صورة صحاب، ويقرب منا ولاد الأصول والقلوب الصافية النقية، ويهديكي ويهدينا ويبعد عنا كل حاسد وكاره وحاقد وساحر، يباركلك في ولادك ويديك ويدينا الصحة والستر وحب الناس ويوقف لنا ولاد الحلال. وظهر كده ان اخو ياسمين بيدعمها بعد المشاكل الكبيرة اللي تعرضت ليها من وقت طلاقها، واللي طلعت اتكلمت عن جزء منها في برنامج صاحبة السنة.